بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام في بيان أركان الإسلام، وقد انتهى بنا الحديث إلى الركن الخامس والأخير منها، وهو الحج. وتقدم أول الكلام على هذا الركن، والحج يشمل العمرة أيضا، لأن العمرة حج أصغر، فهي تدخل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما بين أركان الإسلام قال في إحدى الروايات: وأن تحج وتعتمر. وقال للذي سأله عن أبيه الذي لا يستطيع الحج لكبره، والذي سأله عن الحج عن أبيه الميت قال: حج عن أبيك واعتمر. إذن فالعمرة واجبة كوجوب الحج، إلا أنها ليس لها وقت محدد من السنة كما هو للحج، فإن الحج جعل الله له ميقاتا زمنيا، فقال سبحانه: الحج أشهر معلومات. وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر من شهر ذي الحجة، هذه أشهر الحج التي يحرم بالحج فيها وتؤدى فيها مناسكه، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج بأصحابه وقال: خذوا عني مناسككم. فالحج مؤقت بأشهر معروفة، معلومة، حج أشهر معلومات. وأما العمرة فإنها ليس لها وقت محدد، فتجوز أو تشرع في كل شهور السنة. والكلام على الحج ومناسكه يأتي في وقته، ويكون كلامنا الآن على العمرة، لأن الناس الآن أكثرهم جاءوا للعمرة في هذا الشهر المبارك. فالعمرة كما ذكرنا ليس لها وقت محدد، بل إنها تشرع في جميع شهور السنة، وليس لبعض الشهور ميزة على بعض إلا رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان
تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. العمرة في رمضان لها مزية على العمرة في غير رمضان، وإن كانت العمرة في جميع السنة فيها فضل عظيم، ولذلك يحرص الناس على أداء العمرة في شهر رمضان تحريا لهذا الفضل العظيم الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. وهذا التحري له وجهه وله اعتباره، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العمرة في رمضان. ولكن لا يظن الإنسان إن العمرة لا تشرع إلا في رمضان، بل العمرة مشروعة في كل السنة، فمتى تيسر للإنسان أن يعتمر فليعتمر في أي وقت. والعمرة هي زيارة البيت لأداء مناسك معينة عبادة لله سبحانه وتعالى. العمرة في اللغة الزيارة، وأما في الشرع فهي زيارة البيت لأداء مناسك معينة عبادة لله سبحانه وتعالى. فمن جاء إلى العمرة ومر على ميقات من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر به في طريقه، ولا يتعداه إلا وهو محرم، سواء مر به برا أو جوا في الطائرة أو حاذاه. إذا لم يمر به فإنه يحرم من محاذاته، سواء من البر أو من البحر أو من الجو، بالمحاذاة، ولا يتعداه وهو يريد العمرة إلا وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت وهي ذو الحليفة لأهل المدينة وقرن المنازل لأهل نجد والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ويلملم أو ألملم المسمى بالسعدية لأهل اليمن وذات عرق لأهل العراق، قال صلى الله عليه وسلم: هن، أي هذه المواقيت، لهن، أي لتلك الجهات وتلك البلاد، لأهل تلك البلاد ومن مر بهن من غير أهلهن، من غير أهل تلك البلاد، يعني من مر على ميقات ولو لم يكن ميقاتا لبلاده وهو يريد العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به ممن يريد الحج أو العمرة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فلا يجوز للإنسان أن يتعدى الميقات ويحرم بعدما يتجاوزه،
وهنا يجب التنبيه على أن الذين يأتون بالطائرات من مصر أو من المغرب أو من الشام أو من اليمن أو من السودان أو من أي جهة أو من أي جهة لا يجوز لهم أن يؤخروا الإحرام إلى أن ينزلوا في مطار جدة، لأن جدة ليست ميقاتا لهم، الميقات المعتبر في حقهم والميقات الذي يمرون عليه من الجو، فيحرمون من محاذاته جوا، ولا يؤخر الإحرام إلى جدة. جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها أو لمن نوى العمرة منها، لأهلها أهل جدة أو من نوى العمرة منها من غير أهلها، فيحرم من جدة بقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: ومن كان دون ذلك، يعني دون هذه المواقيت، مما يلي مكة فمهله من أهله أو من حيث أنشأ. وهذا يشمل جدة لأنها دون المواقيت، داخل المواقيت، فلا تكون ميقاتا لأهل الآفاق القادمين من خارج المواقيت، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن نوى النسك منها، فإنه يحرم من جد. فيجب على من مر بأحد هذه المواقيت وهو يريد العمرة أن ينوي الإحرام. الإحرام ما هو؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك ونية الشروع في النسك، وليس الإحرام أنك تأتي ناويا العمرة من بلدك، هذا ما هو إحرام. من يوم تمشي من بلدك وانت ناوي العمرة أو الحج هذا ليس إحراما. الإحرام أن تنوي الشروع، الشروع في النسك والدخول فيه، هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك. سمي إحراما لأنه يحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، يحرم عليه الطيب، يحرم عليه لبس المخيط الذكر، يحرم عليه تغطية رأسه بحق الذكر، يحرم عليه أخذ الشعور التي يشرع أخذها من جسده، يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل أن ينوي الإحرام، يحرم عليه الطيب، يحرم عليه قتل الصيد، يحرم عليه الجماع ودواعية للرفث، لذلك سمي بالإحرام، لأن من نواه حرمت عليه أشياء كانت مباحة له من قبل تسمى محظورات الإحرام. فينوي الإحرام من الميقات الذي يمر به ويلبي بما نوى، يذكر ما نوى في تلبيته فيقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو حجا وعمرة، يلبي بالنسك الذي نواه وعقد النية عليه من الميقات. وأما من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة، يريد الدخول إلى مكة لحاجة أو ليسكن فيها أو ليبقى فيها، أو لم ينوي نسكا،
إنه يدخل بدون إحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الإحرام من هذه المواقيت على من يريد الحج أو يريد العمرة. وأما من كان منزله دون المواقيت كأهل الشرايع وأهل الزيمة وأهل جدة وأهل بحرة وأهل حتى أهل مكة، من كان منزله دون المواقيت فإنه يحرم من منزله بالحج. وأما العمرة فالذي في مكة إذا أراد أن يعتمر لا يحرم بالعمرة من مكة، وإنما يخرج إلى الحل ويحرم من الحل خارج الحرم، لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة بعد الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فخرج بها إلى التنعيم لأنه أدنى الحل، فأحرمت منه بالعمرة، فدل على أن من أراد العمرة وهو في داخل مكة أنه لا يحرم بها من مكة، وإنما يحرم بها من الحل، من الجعرانة، من التنعيم، من عرفة، من أي جهة خارج الحرم. وأهل العلم يكرهون للإنسان أنه يخرج من الحرم ليأتي بعمره، يقولون بقاؤه في الحرم أفضل له من الخروج إلى الحل ليأتي بعمره، بقاؤه في الحرم، صلاته فيه، اعتكافه في المسجد الحرام، طوافه بالبيت، تلاوته للقرآن في المسجد الحرام، اشتغاله بذكر الله أفضل من أن يخرج ليأتي بعمرة، لأن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، وخروجه للحل ليحرم يفوت عليه بعض الصلوات أو يفوت عليه كثيرا من الأعمال التي فعلها في الحرم أفضل من العمرة، إلا أنه ليس ممنوعا ولا محرما أن يخرج ويأتي بعمرة، هذا أمر مشروع وعمله هذا صحيح، ولكنه مفضول، مفضول، بقاؤه في الحرم أفضل من خروجه للعمرة. العمرة لها أركان ولها واجبات يجب أن نعرفها، لها أركان لا تصح إلا بها، ولها واجبات لا تتم إلا بها، ولها سنن ومستحبات. فأفعال العمرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان، هذا واحد، الثاني واجبات، الثالث سنن. فأما الأركان فهي ثلاثة: الأول الإحرام، فلا بد من الإحرام وهو نية الدخول في النسك وتجنب محظورات الإحرام، لا بد من هذا أن ينوي الإحرام وينوي الدخول في النسك والشروع فيه ويتجنب محظورات الإحرام، لا بد من هذا. فمن فعل أعمال العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير فعلها لكنه لم يحرم
هذه غير صحيحة، أعماله هذه لا تسمى عمرة لأنه لم يحرم، ولا تنعقد العمرة إلا بالإحرام. مثل الإنسان لو قام يصلي يريد الصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولم تصح، إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام. كذلك العمرة أو الحج لا يصحان إلا بالإحرام، وهو نية الدخول في النسك وتجنب محظورات الإحرام. هذا الركن الأول للعمرة. الركن الثاني الطواف، طواف بالبيت 7 أشواط، كل شوط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، 7 دورات على البيت. ويشترط لصحة الطواف أولا أن يكون على طهارة، فإن طاف وهو على غير طهارة لم يصح طوافه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فاشترط للطواف بالبيت الطهارة. وفي الأثر الذي يروى عن ابن عباس بسند صحيح ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. إذا كان الطواف بالبيت صلاة يعني مثل الصلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة، تشترط الطهارة للطواف، فلو طاف على غير طهارة لم يصح طوافه. ويشترط أيضا لصحة الطواف أن يكون 7 أشواط، لابد من إكمال 7 أشواط، كل شوط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، فلو طاف 6 أشواط أو 5 أشواط لم يصح طوافه حتى يكمل 7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت 7 أشواط وقال: خذوا عني مناسككم. ويشترط لصحة الطواف الستارة، أن يكون مستور العورة، لا بد أن يكون مستور العورة، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، وإذا زاد على ذلك لأن ستر كتفيه وظهره وبطنه بالرداء يكون هذا أحسن، إلا في حالة الاضطباع، الاضطباع يخرج كتفه الأيمن، وذلك في طواف العمرة وفي طواف القدوم، هذا الاضطباع يستحب في الطواف أن يخرج كتفه الأيمن. يشترط ستر العورة، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، وبالنسبة للمرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة، فتستر نفسها بما في ذلك وجهها وكفاها وقدماها، إلا أنها إذا كانت محرمة لا تلبس النقاب على وجهها، وإنما تغطيه بالخمار أو بالثوب، ولا تلبس البرقع، ولا تلبس البرقع ولا النقاب، وتغطي وجهها بالخمار أو بالثوب، ولا تلبس القفازين على كفيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال في المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين وتغطي كفيها بثوبها أو بالعباءة أو الجلال الذي عليها. هذه هي العورة بالنسبة للرجل والمرأة. ويشترط لصحة الطواف أن يكون داخل المسجد، أن يطوف داخل المسجد الحرام ولا يطوف خارج المسجد. فلو دار على المسجد سبعة أشواط أو بعض الأشواط خارج المسجد ما صح، لا بد أن تكون داخل المسجد، إما في صحن المطاف وإما في الرواق الأرضي أو الرواق الثاني أو على السطح، لا بأس بذلك. إذا حصل زحمة زحام شديد فلا بأس أن يطوف الإنسان بالرواق الأرضي أو الرواق الثاني الدور الثاني أو يطوف فوق السطح، لأن هذا كله من المسجد. أما لو طاف من المسعى، لو طاف من المسعى خرج دخل في بعض الأشواط مع المسعى، هذا غير صحيح، لأن المسعى ليس من المسجد. المسعى مشعر، المسعى مشعر مستقل ليس من المسجد، ولذلك تسعى الحائض وتجلس الحائض في المسعى لأنه ليس من المسجد. حتى ولو حاشته البناية فهو مشعر مستقل ليس من المسجد. فيتحرز الإنسان أنه يطوف بعض الأشواط مع المسعى أو من فوق المسعى من سطح المسعى الدور الثاني، هذا لا يحتسب من الطواف لأنه ليس داخل المسجد. فيشترط أن يكون الطواف داخل المسجد. وكل ما قرب من الكعبة مع الإمكان فهو أفضل، ومع الزحام كونه يبتعد ولا يزاحم أفضل له من أن يقرب من الكعبة مع الزحام. وكذلك لا يصح الطواف لو اخترق الحجر وهو الحطيم، وهذا شيء يجهله بعض الناس. لو طاف ثم إذا حاذ باب الحطيم أو باب الحجر الشرقي دخل وخرج من بابه الغربي، هذا لا يجوز، لأن الحجر من الكعبة، أغلبه من الكعبة. والله أمرنا أن نطوف بالبيت العتيق، بالبيت كله، فمن طاف من داخل البيت لم يكن طوافه صحيحا، حتى يطوف من وراء البيت، وليطوف بالبيت بما فيه الحجر، لأن الحجر من البيت لكنه لم يبنى، لأن قريشا قصرت بها النفقة فاحتطمت هذا المكان من الكعبة وبنت من دونه، فبقي فضاء وأحيط بهذا الجدار لأجل أن يتجنب الناس الدخول معه في الطواف. كذلك لا تصح صلاة الفريضة فيه، لا تصح صلاة الفريضة في الحجر ولا في داخل الكعبة، وإنما تصح النافلة فقط. النافلة تصح داخل الكعبة وتصح في الحجر، أما صلاة الفريضة لا تجوز في الحجر ولا داخل الكعبة. ويجب التنبه لهذه الأمور المشترطة في الطواف. هذا الركن الثاني من أركان الطواف. الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية
ورجوعه من المروة إلى الصفاء سعية أخرى حتى يكمل سبعة أشواط، بدايتها من الصفا ونهايتها من المروة. ولا يشترط للسعي الطهارة، يجوز للإنسان يسعى وهو على غير طهارة، ولكن الطهارة مستحبة، مستحبة في السعي، ولذلك يجوز للحائض أنها تسعى إذا كانت قد طافت وهي طاهرة، إذا كانت طافت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض بعدما خلصت من الطواف، يجوز أن تستمر وتسعى وهي حائض، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. هذه أركان العمرة، أما واجباتها فهي اثنان: الأول الإحرام من الميقات المعتبر له، الإحرام من الميقات المعتبر له، وهو إذا مر بالمواقيت الخمسة يحرم منها، وإن كان دونها يحرم من المكان الذي نوى منه، إلا إذا نوى وهو في مكة فلا بد أن يخرج ويحرم من الحل، هذا واجب من واجبات العمرة. فلو أحرم بالعمرة بعدما تعدى الميقات معتبر له، إحرامه صحيح، إحرامه صحيح، ولكن ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، فيكون عليه فدية، يجبر ذلك بفدية وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية، يوزعها على فقراء الحرم، وإن كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام، هذا إذا أحرم من دون الميقات، أحرم بالعمرة من دون الميقات فهو ترك واجبا. الواجب الثاني من واجبات العمرة الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير هذا واجب من واجبات العمرة، لا تتم إلا به، فإذا طاف بالبيت سبعة أشواط وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فإنه يحلق رأسه أو يقصر من رأسه، وبذلك تمت عمرته، يتحلل من إحرامه، وتباح له الأشياء التي كانت محظورة عليه بالإحرام، المحظورة عليه بالإحرام، أما الأشياء المحظورة دائما هذه حرام دائما على المحرم وغيره، لكن الأشياء التي كانت مباحة وحرمت بالإحرام كالنساء والطيب ولبس المخيط وإلى آخره تباح له إذا أنهى عمرته، تعود حلالا له كما كانت قبل الإحرام. هذه أركان العمرة وهذه واجباتها. والتقصير يجهل بعض الناس شأنه فيأخذ شعرات أو شعرتين أو ويقول أنا قصرت، لا، تقصير أن تعمم الرأس، تأخذ من جميع جوانب الرأس ومن وسطه، تأخذ من مجموعه لا من جميعه، يعني ما هو من كل شعرة، ما هو من كل شعرة، لكن من مجموع شعر الرأس بحيث لا تترك جهة من الرأس لم تأخذ منها، هذا هو التقصير، يعمم به جميع الرأس، يعني جميع جوانب الرأس بالمقص أو بالمكينة. والحلق بالموس أفضل، الحلق بالموس أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات،
ودعا للمقصرين مرة واحدة، دل على أن الحلق أفضل من التقصير، ولأنه هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ولأن الله قدمه على التقصير فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم الحلق على التقصير في الذكر، تقديمه في الذكر يدل على فضيلته في العمل. وأما المستحبات في العمرة فهي كثيرة، مستحبات منها التلبية، التلبية إذا نوى الإحرام فإنه يلبي من حين نوى الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لبيك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة، تلبية شعار المحرم. هذا من سنن العمرة ومن سنن الحج تلبية. كذلك من سنن العمرة وسنن الحج أيضا أن يصلي بعد الطواف ركعتين تسميان ركعتي الطواف، هذا سنة ليس بواجب، من ترك صلاة بعد الطواف فعمرته صحيحة، حجه صحيح، لأنه لم يترك واجبا وإنما ترك سنة مستحبة، فيصلي بعد الفراغ من الطواف ركعتين، إن تمكن أن يصليهما عند مقام إبراهيم فهو أفضل، قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإن لم يتمكن فإنه يصليهما في أي مكان من الحرم. ومن سنن الحج والعمرة الدعاء في الطواف، والدعاء على الصفا والمروة، والدعاء في السعي، لما تيسر له من أنواع الأدعية، يدعو بما تيسر له من أنواع الأدعية. ومن سنن العمرة الاطباع في الطواف، وهو إذا أراد الشروع في الطواف يخرج كتفه الأيمن، يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون كتفه الأيسر وعضده مكشوفا، ويكون كتفه الأيسر مستورا، وصدره وظهره، وإنما يبدي الكتف الأيمن وقت الطواف، وقت الطواف من بدايته إلى نهايته. ويجهل بعض الناس فيطبعون ويخرجون أكتافهم قبل الطواف أو بعد الطواف، بل بعضهم يطبع من حين يحرم من الميقات، وهذا غلط، ما هو مشروع هذا، الاطباع إنما يكون عند بداية الطواف وينتهي بنهايته، إذا فرغ من الطواف يعيد الإحرام على جميع كتفيه ويستر كتفيه، هذا هو السنة. ومن سنن الطواف الرمل، طواف العمرة من سنن طواف العمرة الرمل في الأشواط الأولى ثلاثة، الأشواط الثلاثة إذا تمكن من الرمل، وهو الإسراع مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل، الإسراع مع تقارب الخطى. فيستحب في طواف العمرة وفي طواف القدوم للحج، وتكون الأشواط الأربعة الباقية على المشي المعتاد. وأيضا إذا كان بين الركنين، الركن اليماني والحجر، فإنه لا يرمل، ينتهي الرمل في الشوط
عند الركن اليماني وبين الركن اليماني والحجر يمشي على عادته في كل شوط، في كل الأشواط يمشي بين الركنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يرملون في الشوط إلى أن يكونوا بين الركن اليماني والحجر الأسود فيمشون على هينتهم. هذا السنة إذا تمكن الإنسان، وإذا لم يتمكن فإنه لا شيء عليه. وكذلك من سنن الطواف في الحج والعمرة وفي طواف التطوع أن يستلم الحجر، أن يمسح الركن اليماني، أن يمسح الركن اليماني إذا تمكن، وإن لم يتمكن فإنه يمشي ولا يشير إليه، لأن بعض الناس يشير إليه، هذا غير مشروع. المشروع هو مسحه باليد، استلامه باليد إذا أمكن، وإذا لم يمكن فإنه يمشي ولا يشير إليه. وأما الحجر الأسود فيستحب أن يستلمه بيده، بمعنى أن يمسحه بيده اليمنى ثم يقبله إذا أمكن، وإذا لم يمكن استلامه ولا تقبيله للزحمة فإنه يشير إليه ولو من بعيد، ولو كان يطوف في أقصى المطاف أو في الدور الثاني أو فوق السطح. إذا حاذ الحجر فإنه يستحب أن يكبر وأن يشير إليه وأن يكبر في كل شوط. هذا من سنن الطواف. فإذا فعل هذه الأفعال فإنه قد تمت عمرته. وأما الشرب من ماء زمزم ليس هو من أعمال العمرة ولا من أعمال الحج، وإنما هو سنة مستقلة. استحب للإنسان أنه يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، لأنه ماء مبارك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم. ولو أنه فعل هذا بعد ما يفرغ من الطواف ويصلي ركعتي الطواف يمر على زمزم ويشرب، كن هذا أحسن، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما فرغ من طوافه عليه الصلاة والسلام وصلى الركعتين عند المقام، مر على بئر زمزم وأخذ دلوا وشربه عليه الصلاة والسلام. فهذه مهمات أحكام العمرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الخالص لوجهه الكريم الخالي من الشرك، والصواب على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالي من البدع والمحدثات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: أنا من سكان مكة ولكني أعمل في الرياض وأسكن وأعمل في الرياض ولا أقدم إلى مكة إلا في الإجازات، وقد أتيت الآن مكة وأنا أريد العمرة، فهل أحرم من الحل أم لا بد من الذهاب إلى الميقات؟ إن كنت وقت قدومك من الرياض ناويا العمرة ولم تحرم فإنه يجب عليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه بالعمرة. أما إذا كنت مررت بالميقات وأنت لم تنوي عمرة وإنما نويت العمرة في مكة، فإنك تخرج إلى الحل إلى التنعيم تحرم منه بالعمرة. نعم. يقول السائل:
من أراد أن يعتمر نيابة عن أبويه هل يجوز له أن يجمع بينهما في عمرة واحدة؟ لا، النسك، نسك الحج أو نسك العمرة لا يكون إلا عن واحد، لا يقبل الاشتراك، فلا يجوز أن تحج عن اثنين أو تعتمر عن اثنين، لا يكون إلا عن واحد. نعم. رجل أتى إلى مكة وعمل عمرة ثم ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة ولم يحرم، فما عليه؟ وهل يشترط الإحرام من مكة؟ إذا كان يوم يرجع من المدينة ما نوى عمرة فلا حرج عليه، إذا كان في رجوعه من المدينة إلى مكة لم ينوي عمرة فلا حرج عليه لكونه لم يحرم، الإحرام إنما يكون لمن نوى العمرة. نعم. السؤال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نورد لكم هذا السؤال قاصدين البحث عن الصواب في مسألة اختلف فيها الإخوان في السجون الجزائرية على طائفتين، حيث أنه مترتبات الوضع أنه تم سجن الكثير من الإخوة، منهم من شارك في العمل المسلح ومنهم من كان يقدم لهم الدعم، فما هي كيفية صلاتهم؟ أيتم أم يقصروا؟ علما أنه منهم من يسكن في نفس المدينة التي هو مسجون فيها، ومنهم من يحول إلى سجن بعيد عن مدينته، وإن كان القول بتتمة الصلاة، فما هو حكم من قصر طول المدة ربما تعدت بضع سنين؟ أجيبون جزاكم الله الجواب الشافي الكافي بالأدلة والبراهين الشرعية، ونرجو أن تكون الإجابة كتابيا لتكون الفائدة عامة للجميع، وأفيض علينا بالتفاصيل، ولا تنسون بدعائكم الصالح، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وشكرا. نعم، إذا كان هؤلاء السجناء أتوا من مسافة، جيء بهم من مسافة بعيدة، مسافة قصر، وسجنوا، فهنا ننظر إن كانوا لا يدرون متى يفرج عنهم فلهم أن يقصروا الصلاة، إن كانوا لا يدرون متى يفرج عنهم، يحتمل يفرج عنهم في وقت قريب أو في وقت بعيد، فإنهم يقصرون الصلاة لأنهم لم ينووا إقامة. أما إذا كانوا يعرفون أنهم سيقيمون مدة طويلة في السجن، محكوم عليهم بمدة طويلة، يعرفون هذا، فإنهم يتمون الصلاة لأنهم أصبحوا مقيمين وانقطع السفر في حقهم، ونسأل الله لهم أن يفرج عنهم وأن ييسر لهم أمورهم وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل أعداء الدين. نعم. يقول السائل: هل من السنة فعلا أن يكون الإحرام بعد الصلاة فريضة؟ لا، ما يشترط للإحرام أن يكون بعد صلاة، لا فريضة ولا غيرها، ولكن المستحب والأفضل إذا كان يريد الإحرام عند وقت الفريضة أن يؤخر الإحرام إلى أن يصلي الفريضة ثم يحرم بعدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان الوقت ليس وقت فريضة فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعتين وأحرم بعدهما، وإن شاء أحرم بدون صلاة. نعم. يقول السائل: أبي متوفى وقد سبق له أن حج بالإفراد، فهل لي أن أعتمر عليه بعد أن اعتمرت عن نفسي؟ نعم، إذا كان ما اعتمر ولا نوى ولا تمتع بالعمرة إلى الحج ولا قرن بين العمرة والحج، وإنما أحرم مفردا فقط، مفردا للحج، ولم يسبق أن اعتمر، فإنك تعتمر عنه، لأن العمرة واجبة مرة في العمر مثل الحج. نعم. يقول السائل: شخص أراد الحج وعليه دين وطلب من الذي استدان منه أن يؤخر له التسديد لما بعد الحج فوافق، فهل هذا الحج صحيح؟ أفتونه. نعم، هذا الحج صحيح إذا سمح له الغريم
يعني يحج، فحجه صحيح. نعم. يقول: ما هي فضل الصلاة في الحجر؟ الصلاة في الحجر فضلها فضل الصلاة في الكعبة، لأن الحجر أغلبه من الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل الكعبة وصلى ركعتين بداخلها، فدل على فضيلة الصلاة النافلة، فضيلة صلاة النافلة داخل الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: أنا معتكف وأخرج في الساحة الخارجية لتناول الإفطار كل يوم، هل يفسد ذلك الاعتكاف؟ الإفطار ما هو ضروري أنك تخرج، الإفطار تفطر داخل الحرم، والحرم ولله الحمد فيه فطور كثير، فيه مياه وفيه مبذول فيه الإفطار من المحسنين، فلا حاجة أنك تخرج لأجل الإفطار إلى الساحة. نعم. يقول السائل: أكرمني الله بأداء العمرة أمس، فهل يجوز لي أن أؤدي العمرة مرة ثانية عن جد المتوفى كما يقال؟ يجوز هذا، ولكن تقارب العمرة في وقت قصير ما هو أحسن، ليس هو الأحسن، وخروجك من الحرم إلى العمرة أيضا يفوت عليك فضائل كثيرة، فكونك تبقى في مكة وتتعبد في الحرم وتدعو للميت، وإذا جئت مرة ثانية إلى مكة إن شاء الله تأخذ له عمرة، لكن لو فعلت هذا وخرجت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة لا نقول إن هذا ممنوع، فعلت جائزا لكنه خلاف الأفضل والأولى. نعم. يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وماذا على المعتكف إذا جامع زوجته خارج المسجد؟ ولا تباشروهن المراد به الجماع، المعتكف ممنوع من الجماع مدة الاعتكاف، فإذا جامع زوجته بطل اعتكافه، لأنه خالف قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا جامع بطل اعتكافه. نعم. يقول السائل: جمعية حج وعمرة تضع رصيدها في بنوك ربوية، وأنا عضو بها، ونصحتهم بأن ذلك ربا ورفضوا نصحي، السؤال: ما هو موقفي وأنا عضو في هذا؟ عضو لا تشارك في هذه الجمعية التي ترابي وتستثمر أموال الجمعية بالربا، لا تشارك فيها ولا تكن عضوا فيها، خصوصا لما رفضوا النصيحة، فإن هذا عمل محرم فلا تتعاون معهم عليه. نعم. يقول السائل: كنت محرما بالعمرة، وعندما دخلت إلى الحرم كان أحد الإخوان يوزع العطر على ظاهر اليد للناس، فمددت يدي فوضع لي عطرا مع أنني كنت ناسيا، فما الحكم؟ لا حرج عليك ما دمت ناسيا، لا حرج عليك، لكن عليك أن تبادر إذا فعلت هذا وأنت محرم ناسيا وتطيبت، الواجب عليك إذا ذكرت أن تغسل الطيب، أن تبادر بغسل الطيب من ثوبك أو من بدنك، ولا حرج عليك في النسيان. نعم. يقول السائل: أعمل في إحدى الشركات، فنقوم بأداء الحج والعمرة بنظام القسط، فهل هذا جائز وجزاكم الله خيرا؟ أعد السؤال. يقول: أعمل في إحدى الشركات، فنقوم بأداء الحج والعمرة بنظام القسط، يعني التقسيط، فهل هذا جائز جزاكم الله خيرا؟ إيش التقسيط؟ تقسيط إيش؟ يدفعون بالتقسيط. نعم. أظن يدفعون بالتقسيط. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إذا كانوا يدفعون للحجاج نفقة الحج بالتقسيط، لأن تأخذها دين في ذمتك تدفعها لهم بالتقسيط تسددها لهم، هذا لا حرج فيه، لكن ليس هو الأفضل. لا، ما لا يستحب أنك تستدين من أجل أن تحج أو تعتمر، هذا
ما هو أحسن لك؟ إن تيسر لك الحج والعمرة بدون الدين هذا طيب، أما إذا كان ما تتمكن من الحج أو العمرة إلا بالدين فهذا غير مشروع ولا ينبغي لك فعل هذا. نعم. يقول السائل: التمسح بالكعبة والتبرك بها والتعلق عند باب الكعبة، هل ذلك مشروع أم غير مشروع؟ لم يشرع لنا إلا مسح الركن اليماني ومسح الحجر الأسود وتقبيله أو الإشارة إليه، هذا المشروع لنا، وأما بقية الكعبة فلا يشرع مسحها أو التمسح بها. ولما كان معاوية رضي الله عنه يطوف بالبيت ويستلم الأركان الأربعة أنكر عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال له معاوية: ليس شيئا من البيت، ليس شيء من البيت مهجورا. قال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما استلم الركن اليماني والحجر الأسود فقط، ولم يستلم الركنين الشامي والعراقي. فقال معاوية: صدقت. فلما قال له هذا صدقه ورجع إلى السنة والحمد لله. وهذا الذي يجب على المسلم، أنه إذا تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها، فلا يمسح من البيت إلا الركنين، الركن اليماني والركن الحجر الأسود، هذا هو الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحه. نعم. يقول السائل: أنا موظف بإحدى الشركات، وقد حصل بيني وبين المدير سوء خلاف حيث قمت بضربه، وذلك لمضايقته لنا في العمل وخاصة وقت الصلاة حيث أنه غير مسلم، وقد رفعت القضية إلى الجهات العليا وطلب مني إحضار شهود بأني لم أضربه لأنني أنكرت ضربه، وبالفعل أحضرت الشهود وشهدوا بذلك لكي أعود إلى عملي، وأنا الآن نادم على ما قمت به، فماذا أفعل؟ أرشدوني بارك الله فيكم. هذا العمل لا يجوز، هذه شهادة زور. الله جل وعلا يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كان الواجب عليك أنك اعترفت بالخطأ وطلبت المسامحة من هذا الرجل ولو كان كافرا، لأنك اعتديت عليه وظلمته، اعتديت عليه وظلمته، وهذا لا يجوز لك وإن كان كافرا. فكان الواجب أنك اعترفت بالواقع وصبرت على الحكم الشرعي أو طلبت المسامحة منه. نعم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في المقبرة للدعاء بعد الدفن؟ نعم، يستحب بعد الدفن أن يوقف على قبر المسلم وأن يدعى له بالثبات، يدعى له بالتثبيت ويستغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من دفن أحد الصحابة قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يستحب بعد الفراغ من دفن الميت أن يوقف على قبره وأن يستغفر له وأن يدعى له بالتثبيت. والله جل وعلا يقول لنبيه: ولا تصلي على أحد منهم، يعني المنافقين، ولا تقم على قبره، فدل على أن المؤمن يوقف على قبره ويدعى له، أما المنافق فلا يوقف على قبره. نعم. يقول: وكيف تكون يقول في بعض البلاد يعني جماعة يرفعون أيديهم وأحدهم يدعو والباقي يؤمنون؟ لا، هذا غير مشروع، الصفة هذه غير مشروعة، أن يدعو الحاضرون دعاء جماعيا أو أن يدعو واحد والبقية يؤمنون، هذا غير مشروع، الصفة هذه غير مشروعة. كل واحد يدعو بنفسه، كل واحد يدعو للميت بنفسه بدون جماعة أو تأمين على دعاء واحد.
هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، ولم يقل كونوا جماعة في هذا. نعم. يقول السائل: يحضرني نزيف من الأنف في أي وقت، يعني في حالة مزمنة، ما هو موقف الشرع في حالة وجود نقاط من الدم على الثياب؟ هل لابد من غسلها قبل الصلاة وإعادة الوضوء؟ وما هي الكتب والمراجع التي يمكننا الرجوع إليها بخصوص هذا الموضوع؟ وبارك الله فيكم. أما الدم الذي يصيب الثوب أو البدن منك من جسمك، هذا يجب غسله، لأن الدم نجس، يجب غسله وإزالته من الثوب أو من البدن لأنه نجس، ومن شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة. وأما نقض الوضوء بالرعاف، إن كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، أما إن كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء. إن كان يسيرا نقطة أو نقطتين أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يؤثر على الوضوء. أما إذا كان نزيفا كثيرا، فعند بعض العلماء أنه ينقض الوضوء. نعم. يقول السائل: إني طلبت من زوجتي أن تغطي وجهها فأبت، فمنعتها من الخروج ولو لسلة أقاربها، فهل أأثم بهذا الفعل مع العلم أن البلد الذي أعيش فيه تغطية النساء وجوههن تكاد تكون منعدمة؟ وبارك الله فيكم. نعم، هذا معروف، هذا أمر بالمعروف وإنكار للمنكر، وأولى ذلك زوجتك أن تقوم عليها وأن تأمرها بالمعروف، تنهى عن المنكر، تأمرها بتغطية وجهها عند الخروج، فأنت أمرتها بطاعة، أنت أمرتها بطاعة، فإذا عصت فلك أن تؤدبها، لك أن تؤدبها على امتناعها، ومن ذلك منعها من الخروج لأقاربها، هذا من باب التأديب حتى تلتزم وتتوب إلى الله عز وجل. فهذا حق مشروع وتأديب مشروع، ونسأل الله أن يهديها. والحجاب واجب ولو كان البلد على خلافه، الواجب اتباع أمر الشارع وما أمر به الشرع ولو خالفه.